تاجرا يأتي إلى المدينة، يقول فجلسنا عند رسول الله، فقال النبي للعباس: أتعرفهما؟ قال: هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي: الشاعر؟ قال العباس: نعم، يقول كعب بن مالك، والله ما نسيتها طوال عمري. الرسول يعرفه. يقول فسألنا النبي عن الصلاة باتجاه الكعبة، فقال النبي للبراء: يا براء، إنك على قبلة لو صبرت عليها، يعني اصبر الآن على هذه القبلة وهي بيت المقدس. فرجعنا إلى رحالنا. الموعد، موعد البيعة أوسط أيام التشريق، المكان عند العقبة. جاء أوسط أيام التشريق، ذهب ثلث الليل الأول، نام الناس في رحالهم، تسلل المسلمون 71 رجل وامرأتان، تسللوا سرا في الليل كتسلل القطا، لموعد مع من؟ مع حبيبهم عليه الصلاة والسلام، لبيعة غيرت مجرى أمور كثيرة. خرجوا بالليل كل واحد من رحلة، ولا أحد يدري عنهم، لا أهل قريش ومكة ولا أصحابهم الذين جاءوا من المدينة من المشركين. خرجوا يتسللون، جاءوا إلى شعب في العقبة، التقوا برسول الله لعقد تلك البيعة. خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس، ولم يكن أسلم، لكن أراد أن يستوثق من ابن أخيه. فلما لقي القوم الأنصار قال: أيها القوم، تعلمون ما محمد بيننا، منعناه من الناس ومن أعدائه، فإن شئتم قبلتم به وأخذتموه معكم تمنعوه من الناس، وإلا فاتركوه بيننا. فلما انتهى قالوا له: انتهيت يا عباس؟ قال: نعم. قال: قل يا رسول الله ما أحببت وما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم: قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فقال الأنصار رضي الله عنهم: قالوا: بل نمنعك مما نمنع منه ما تحت أزرنا، ليس فقط نساءنا وأولادنا، نحن أهل حرب وجربنا الحروب. فقام رجل من الأنصار اسمه أبو الهيثم، قال: يا رسول الله، بيننا وبين الناس حبالا، يعني بيننا وبين اليهود عهود ومواثيق، وإنا قاطعوها، فإن أظهرك الرب عز وجل على الناس وعلى العرب، فهل عسيت أن ترجع إلى قومك وتخلي بيننا وبينهم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: الدم الدم والهدم الهدم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ففرح الأنصار بهذا، وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل عليهم 12 نقيبا مثل القائد، 12، 9 من الخزرج و3 من الأوس، ورجعوا إلى بلادهم. قبل أن يرجعوا ويتفرقوا، من علم بالخبر، من علم بهذه البيعة؟ شيطان من الشياطين، فقام يصيح بين الناس: يا أهل الجباجب، يا أهل المنازل، هل لكم في مذمم، يقصد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، هل لكم في مذمم والصباة معه، تبايعوا على حربكم، هل لكم؟ يصرخ بين الناس. فقام الناس يلتفتون ويبحثون، فقال الأنصار: ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هذا أزب العقبة، يعني هذا شيطان العقبة. ثم قال: والله لأتفرغن لك يا عدو الله. فقالت الأنصار: يا رسول الله، أفلا نميل عليهم ميلة واحدة؟ قال: لا، لم نؤمر بهذا بعد. فأمرهم أن يرجعوا إلى رحالهم. وفي الصباح انتشر الخبر، فذهبت قريش تتثبت من زعماء الخزرج، وكانوا مشركين، وعليهم عبد الله بن أبي بن سلول. فلما جاءت قريش تسألهم: هل صحيح الخبر، تبايعتم مع محمد أن تقاتلون دون الناس؟ فقال عبد الله: أبدا، والله ما حصل هذا، ما كان قومي ليفعلوا هذا حتى يرجعوا إلي. فرجعت قريش، ظنت أن الأمر حقا، أما مشركو الخزرج لم يعلموا بهذا. فرجع الأنصار إلى بلادهم وعليهم 12 نقيبا ليحملوا راية الإسلام ويؤسسوا دولة الإسلام. Thank you.
كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأرض.